الله فيكم، هل يجوز دفع كفارة اليمين عن والدتي أو أن أصوم عنها؟ كفارة اليمين كما بينها الله سبحانه وتعالى إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن الواجب هو أن يطعم 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو عتق رقبة، لكن إذا لم يستطع، لا يوجد عنده مال ولا يستطيع أن يؤدي هذه الكفارة، فنقول له في هذه الحالة يذهب إلى الصيام. هذا هو الأمر الأول الذي ننبه عليه. الأمر الثاني أن السائلة إذا لم تكن تستطع أداء هذه الكفارة وأراد أحد أولادها أن يكفر عنها، إذا وافقت نقول لا حرج في ذلك. إذا أراد شخص أن يؤدي كفارة اليمين عن شخص آخر فعليه أن يستأذنه أولا، زوجة تريد أن تخرج الكفارة عن زوجها، الزوج يريد أن يخرج كفارة اليمين عن زوجته، يجب أن يستأذن منها أولا. فإذا استأذن منها وأذنت له فنقول في هذه الحالة لا حرج في ذلك فيما يتعلق بالإطعام وبالكسوة. أما ما يتعلق بالصيام فنقول لا، لو أن هذه المرأة لا تستطيع إخراج كفارة اليمين إطعام وذهبت إلى الصيام ولكنها أيضا لا تستطيع الصيام وأراد ابنها أن يصوم عنها، نقول لا، فإنها تنتظر حتى تستطيع الصوم، أو تنتظر ربما أيضا يكون عندها مقدرة مالية وتقوم بأداء أو بأداء هذه الكفارة بإطعام 10 مساكين. لكن الذي هو جائز في هذه المسألة نقول بأنه يجوز للولد أن يخرج كفارة اليمين عن والدته إذا رضت بذلك، إذا رضيت بذلك فلا حرج في ذلك.